نبغى حماس. أحلى جمهور. هذه الصور تأتينا مباشرة من لامير، هذا الشاطئ الجميل في دبي. والآن يبتدئ هذا الحفل المقام بمناسبة يوم الإمارات 48 مليون تحية، ونتمنى لكم مشاهدة ومتابعة ممتعة وسط هذه الأجواء الرائعة. 48 مليون تحية تقدير لوطن الإمارات، وطن العز والتسامح. يشرفني وجودي بينكم الليلة في لامير دبي للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي 48. شكر خاص للقائمين على هذا الحفل، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وميراس، والمنظم مجموعة MBC. وطبعاً تحية خاصة للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد. منور يا مايسترو. القائد الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان المغفور له بإذن الله قال أن أهمية الاتحاد توفير الحياة الأفضل للمواطنين وتأمين الاستقرار في البلاد، وصار على نهجه من بعده حكام وشيوخ الإمارات. والليلة نحتفل باليوم الوطني الإماراتي مع ولد زايد اللي رفع راسنا بكل أنحاء العالم من روسيا إلى الفاتيكان ليقول أنا إماراتي أولاً. الليلة نحتفل مع سفير النوايا الحسنة، مع الدكتور، مع الموسيقي، مع الفنان والمطرب اللي فضل من بين كل الألقاب إنه يكون ولد زايد. رحبوا معي بولد الإمارات، ولد زايد، الفنان حسين الجسمي. كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا فيكم في امارات الرقم واحد، نورتوا. وكل عام واماراتنا بالف خير، وكل عام وانتم وكل الناس بالف خير ان شاء الله.